بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كما كتشوفوا في العنوان، آخر أخبار ديال الرحلات الجوية ما بين أوروبا والمغرب. الخبر يعني باقي منتشر في صورة واسعة، ولكن الحمد لله بفضل الله، يعني بعض الأصدقاء وبعض القنوات اللي عندها مصداقية أنه تروج الأخبار الصحيحة والصريحة وعلى أساس أدلة. تقرر إن شاء الله بإذن الله خلال الأسبوع القادم، إن شاء الله بإذن الله غادي تكون رحلات ما بين المغرب وما بين أوروبا، خصوصا الرحلات الجوية. أما الرحلات البحرية إن شاء الله بإذن الله غادي يكونوا تهم معايا في 10 أو يعني خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله، الأسبوع المقبل إن شاء الله غادي يكونوا تهم الرحلة البحرية ابتداء من 4 في الشهر الجاي إن شاء الله، يعني الأسبوع المقبل غادي يكونوا الرحلات ما بين أوروبا والمغرب. وهذه الرحلات إن شاء الله غتقتصر على المدن، أنا غادي نقول لكم المدن شكون هما، ولكن على حساب ما لاحظت بأنه الأيام الأخيرة واحد المجموعة ديال الناس واحد الجروب في الواتساب صراحة كتعاني، والمعاناة اللي دازت بها لا في رمضان ولا في العيد الكبير، ولكن الناس اللي توفى إما والديه إما شي واحد خوته في المغرب، كاين اللي عنده مواعيد، كاين اللي عنده خصو يمشي عند الطبيب، كاين اللي خصو يتعالج، كاين اللي عنده الكلى، كاين اللي عنده محلات، كاين عنده مشاريع اللي خصو يقابلها. وواحد ما بين أوروبا والمغرب والمغرب وأوروبا، يعني الناس اللي عايشين في أوروبا وحلين في المغرب، واللي جاء لأوروبا يقضي مصالح ديالو خصو يرجع للمغرب يبقى واحد هنا في أوروبا، ولكن لا إله إلا الله هادشي القرار ديال الحكومة ما عندنا ما نغيرو فيه. نتمنى من بعد هذا الخبر هذا ما تكونش شي تعجيلات من الحكومة أو شي تغيير من الحكومة بعد ما سمعنا وصل خبر بأنه راه غادي تقرر الرحلات ما بين المغرب وأوروبا خصوصا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكنظن في غالب الأحيان قد يكون نهار 4 بداية الرحلات، لأنهم هذا الخبر هذا جاء من عند الناس اللي خدامين في الطيران المغرب، لأنهم استعدوا باش أنهم يمشيوا للأماكن ديال العمل ديالهم. يوم 3 غادي يوصلوا الأماكن ديال العمل ديالهم باش يبداو الرحلات الجوية ما بين أوروبا والمغرب. يعني الرحلة الأولى غادي تكون إن شاء الله نهار 4 في الأسبوع القادم، نهار 4 في شهر 6 غادي تكون هذه الرحلة هذه. لهذا الرحلات غتكون ما بين الدار البيضاء، من الدار البيضاء ومراكش وطنجة الأوروبا، يعني التقرير باقي ما كاينش على حساب ما هذه كاين اتفاقيه ما بين المغرب واسبانيا، هذا على الخبر الاكيد، ولكن الدول الاخرين باقي ما قررتش. كنستناو في هذه الايام القليله القادمه ان شاء الله في اخر هذا الاسبوع يكون شي خبر من الحكومه او تصريح من الحكومه بان الرحلات تقررت وشكون هما الدول. ان شاء الله غنكونوا على استعداد ونستناو هذه الرحلات هادو باش انهم اللحظه فاش غادي يقرروها يكون الفرج ان شاء الله باذن الله، وكل واحد تلقى مع اللي عزيز عليه. لهذا نكونوا مستعدين وننتظروا الا هذه الايام القليله ان شاء الله، والله يفرجها على كل واحد ويسر الامور لكل واحد ان شاء الله باذن الله. هذا هو الخبر ديال اليوم، وهذا هو توضيح ديال الرحله، يعني باقي ما قرروش الرباط اللي ما عرفناش واش انه غادي تكون شي رحلات، ولكن الرحلات غتكون من الدار البيضاء مراكش طنجة يعني لاوروبا، خصوصا طنجة كاين الاسبانية الاغلبية كيديروا الرحلات الاسبانية لطنجة. لهذا يعني كان توضيح لهذه الرحلات هادو، لان القرار تقرر بانهم الناس اللي خدامين في الخطوط الملكية هي اللي استدعوهم باش انهم يلتحقوا بالعمل ديالهم، ونتمنى ييسر لها الامور ويفتتحوا جميع الرحلات لا البحريه ولا الجويه ولا عبر السفر عبر الطريق ان شاء الله باذن الله.
والله يسر الأمور. والسلام عليكم ورحمة الله، وألقاكم فيديو آخر إن شاء الله بإذن الله.